ونجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية. معادنا الأسبوعي مع الناقد الفني والكاتب الصحفي أحمد عفيفي كل سبت وثلاث، زي ما قلنا حضراتكم في أول رمضان كده هنفتح مساحة كده للزمن الجميل، زمن الفن الجميل. هتكلم على كواليس نجومنا الكبار والمشاهير في الغنى وفي التمثيل وفي الاخراج وفي حاجات كتيره جدا، علاقات كده جميله ورائعه وحوارات اجراها الناقد احمد عفيفي. النهارده هنتكلم على شخصيات فنيه كلنا بنحبها، الفنانه الرائعه المتالقه اسعاد يونس، هنتكلم كمان عن الكينج محمد منير والفنانه المتالقه كمان الفنانه بوسي مع الناقد الاستاذ احمد عفيفي اللي دايما بيحمل في جعبته زي ما بيقولوا كده حكايات وقصص كتيره جدا. صباح الخير. صباح الخير ازيكم جميعا. اهلا بيك. أهلاً. الفنانه اسعاد يونس نجاحاتها مستمره الى الان طبعا، صاحبه السعاده. لو عايزين نتكلم عن اسعاد يونس وخصوصا ان هي اعلاميه ومعروف جدا ان هي كانت في احدى الاذاعات المعروفه وكان ليها برنامجها الشهير جدا وعندها كده حنكة وطريقة مختلفة تماما عن أي شخص ممكن يتعامل في فكرة أنه إعلامي وممثل طبعا كده. طبعا شوف، أنا أسعاد يونس أنا أعرفها من حوالي 35 سنة لما كنت كده في صغير لسه صحفي مبتدئ، يعني كنت بتردد على الاستوديوهات أجيب أخباره كده، فكانت اسعاد يونس يا دوبك لسه عامله ايه الدخول بالملابس الرسميه، ما كانتش لسه بقت ستار كبير يعني، فكانت بتعمل تقريبا على ما اظن واعتقد يعني فيلم عالم عيال عيال كده مشتركه فيه، فانا ايه رايح يعني اجيب اخبار اذا كان هقابل سمير صبري هقابل اي حد، فلقيت اسعاد يونس فقلت لها ممكن نقعد شويه كده يعني اخد منك كام كلمه عن الفيلم. اهلا وسهلا تعالى يا كانت لذيذه بشكل غريب جدا، بس استنى الاول تشرب ايه؟ قلت لها نشرب قهوه نشرب شاي اي حاجه يعني. طيب استنى يا محمد. نعم مين محمد؟ استنى بس عندنا النهارده مشاهد بوس ولا اي احضان؟ لا لا. قالت له طب خش عليا بقى بالبصل والطعميه. يعني هتفطر. هنفطر بقى. قلت لها ايه؟ قالت لي يا ما دام ما فيش بوس واحضان اكل بصل براحتي. ف بعد كده شوف عدى كام قد ايه بقى، يمكن 20 سنه يعني دي المره الوحيده اللي قابلت فيها اسعاد يونس وهي ممثله تقيله قوي على فكره جداً. يعني طبعا على المستوى وعندها تلقائيه ومسرح وسينما ودراما جداً تلفزيون وسينما، مش مجرد كوميديانه دي ليها افلام في منتهى الروعه كاداء تمثيلي. يعني انا اذكر لها امهات في المنفى مع عادل امام، فيلم تايه عن اذهان الناس بس اسعاد يونس فيه تقيله طبعاً. حتى فيلم اللي هو بتاع احمد زكي اللي كان اخته يعني مش عارف اسمه ايه يعني المهم يعني ممثله من ممثلات تقيل. فاسعاد يونس خلاص انا نسيت بقى، وبعدين سافرت ورحت وجيت وبعدين اشتغلت في مجال كل الناس ماسك باب التحيات الانسانيه. كانت اسعاد يونس بقى خلاص بقت سوبر ستار يعني وصاحبه بقى شركه انتاج وكلام، فلقيتها بتتصل بيا التليفون الموبايل الو ازيك يا احمد، هي لطيفه قوي قوي يعني اهلا معاك اسعاد يونس. اهلا ايه الشرف الكبير ده يا مدام اسعاد، يعني انا مش مصدق يعني. قالت لي ازيك يا ابو حميد، قلت لها طبعا انا لو فكرتك بنفس اللي ممكن تفتكريني يعني. قالت لي ايه هتتقابلنا قبل كده؟ قلت لها من زمان بس مش مشكله امورين المهم. فقالت لي انا بقرا التحقيقات الانسانيه بتاعتك وانت بتكتب بطريقه مؤثره جدا جدا وانا عايزه اتبرع للحاله الفلانيه، واخده بالك؟ فده جانب انساني فيها كبير بالنسبه لي هايل جدا طبعاً. يعني فما فيش والله العظيم حالة من الحالات عدت إلا ولاقي إسعاد يونس بقت خلاص ألو أحمد الحالة دي عايزة كام ألف، الحالة دي عايزة شيك فين، نودي أي مستشفى. هي يعني إنسانة كده. هي إنسانة كبيرة جدا وخصوصا جداً. كمان ظهرت إنسانيتها بشكل كبير قوي حتى مؤخرا في إذا كان الراديو أو حتى في طبعا إسعاد يونس حاجة قيمة كبيرة بأمانة تستحق كل التحية. حتى مرة قلت لها ما تعملي عندي فكرة يا مدام إسعاد تجيني كل يوم سبت، كنت انا بعمل ايه اللقاءات بتاعتي مع الحالات الانسانيه، لو تيجي تقعدي معايا وتتصوري مش عايزه اقول لها تديني منظر، قصدي اقول لك ايه هتعملي رواق حلو قوي وتشجعي الناس ان هي ايه تتبرع. اسعاد يونس جايه بنفسها وبتشوف الحالات وكده. قالت لي هي فكره حلوه قوي يا احمد بس بيني وبينك لو عملتها هيقولوا بقى ايه القرع بتاع اسعاد يونس ده وايه الاونطه دي وجايه تتباهى بفلوسها.
ما اعتقدش ان هي تبقى ايه، بس هو الحس الانساني موجود عند احنا بنشوف دلوقتي جزء من الدخول بالملابس الرسميه طبعا المسرحيه الرائعه مع انت بابا وانت ماما وانت وبكر عزت واسماء طبعا يعني اسماء عظيمه وكبيره. عايز اسال حضرتك برضو الفنانه او الشخصيه الفنيه بقى اسعاد يونس، هنا مش بس شفنا ليها شغل واسهامات في الدراما وفي الاعلام وفي المسرح، كمان في الكتابه يعني اسعاد يونس شخصيه مختلفه في الكتابه على فكره عاليه قوي، مثقفه وهم الكتابه ده عندها برضه ده قليل من الفنانين بيشتغلوا في القصه جدا لان وبعدين بتكتب بنفس الطريقه اللي انا بكتب بيها، يعني ما اقصدش ان واخده مني انما ايه احب قوي طريقتها التلقائيه في الكتابه اللي ايه تحسسك ان احنا انا وانت قاعدين على المصطبه يعني بتوصل للقلب على طول، تعالى عليك ابدا بالاسلوب والمجعلص ده، لا ده هي بتجيلك من الاخر وبتاخدك على حجرها بتحس انك انت ايه جنبها، اذا كانت بتتكلم عن ضيف بتتكلم عن حاجه بتعيشك جوه تحس ان في قرب منها جدا وده ميزه كبيره قوي اللي خلاها توصل قوي لقلوب الناس بالكتابه حتى يعني صحيح. كمان من ضمن يعني لو الواحد كان بيعمل ريسيرش كده على اسعاد يونس مسلسل بكيزه الصغير طبعا وهي تقريبا كانت كاتبه المسلسل والمواقف الكوميديه مع سهير البابلي والمواقف الكوميديه الانسانيه كمان يعني هي كانت بتعتمد على فكره إنسانية حتى في كتابتها، ما دي اميز ما فيها يعني ايه يعني انا اكتشفت فيها الجانب الانساني اللي هو المباشر لمساعده الناس والتعاطف مع الناس، انما هي جواها اساسا حتى وهي بتضحكك انسانه هايله جدا وقلبها كبير قوي. صحيح طب هل يعني انا بقى عايز اسالك كناقد فني وعملت حوارات فنيه كتيره، هل الفنانه اسعاد يونس اتحصرت اكتر في ادوار الكوميديه يعني انها كوميديانة في جوانب اخرى من شخصيتها الفنيه لم تكتشف ما طلعتش ما استفدناش منها؟ لا لا هي على فكره يعني لو تاخد منها اداء درامي عالي قوي هتلاقي يعني انا اتظلمت في الكوميديا انها تتحط في الاطار ده، انما هي خلاص اتاخدت من ايام ما طلعت انت بابا وانت ماما وانت انور وجدي بتاع الدخول بالملابس الرسميه واي حد يجيبها ان تعالي ايه عشان هنضحك النهارده يعني ايه، حتى عادل امام كل افلامه معاها برضو في شعبان تحت الصفر في المتسول يعني اسعاد يونس يعني بتكمل النص الفكاهي مع عادل امام او مع اي نجم بتطلع معاه، انما هي لو يعني واحد مخرج شافها صح لو عاطف الطيب ده الله يرحمه عايش كان ممكن يجيب اسعاد يونس زي ما طلع من لبلبه كده في حوريه في ليله ساخنه كان ممكن يطلع من اسعاد يونس دي حاجه قنبله ثانيه. حضرتك كتبت عن اسعاد يونس في كتابك حكايات ناقصه حته خش عليا بالبصل خش عليا بالبصل الحدوته، هل وقتها كنت حاسس انه ايه اللي هي بتقوله ده، طب هو ده معناه ايه؟ وبعد كده ابتديت تفتكر ووقت الكتاب ابتديت تقول ان هي دي حته ناقصه، ممكن يكون فكره ان هي بتكمل الشكل الكوميدي بتاعها بالافيهات اللي هي بتقولها دي؟ لا هي مش يعني هي ما بتدعيش، هي طبيعتها كده يعني حتى زميلي وصديق عمري الاستاذ صلاح الدين مصطفى اللي هو كان رئيس التلفزيون الاسبق لما بقول له على حكايه اسعاد يونس خش عليا بالبصر طبعا نجم الاخبار الكبير ونجم الاخبار والقيمه الاذاعيه الكبيره والرصينه يعني الاخبار طبعا، فلما بقول له على هخش عليا بالبصل قال لي اسعاد يونس هي كده، احنا كنا في الشرق الاوسط تقوم قاعده على الارض تعالى يا صلاح تعالى يا محمد فين يا ولا فين اطلع هات الفول من الراجل مش عارف ايه هات لي فين البصل فين الجرجير فين الكرات وتقعد وتفرش الفرشه وتاكل وتاكل كويس قوي قوي طعميه وبتنجان وتديها وتقوم تقول اللي هي عايزاه بعد كده. طيب لو انتقلنا بعد كده للكينج محمد منير، محمد منير طبعا فنان شامل وهو يعتبر عابر للقارات، هنتكلم عنه هنتكلم نقول ايه؟ محمد منير انا من المهووسين بحاجه اسمها محمد منير، انا كنت في السعوديه سنه 81 كده ونازل اجازه اقسم لك بالله لقيت مصر بتغني حاجه اسمها الليله يا سمر ايوه الاقي مثلا وانا ماشي بالعربيه الليله يا سمره، اللي راكب مرسيدس جنبي الليله يا سمره، اللي راكب ميكروباص الليله يا سمره، بتاع العصير الليله يا سمره، ايه الحكايه؟ ايه شريط عامل هوس؟ فروحت سامعه انا ما كنتش عارف ان محمد منير يا دوبك الفيلم بتاع حدوته مصريه وما كانش عليه تسليط ضوء قوي غير من الاغنيه يعني. فروحت جايب الليله يا سمره سمعتها اتجننت، لقيت ايه بيقول لك ايه؟ خلي الندى من احلامك يسقي النبات من ايامك، حط اللي خلفك قدامك تلقي البلد عمره الليله يا سمره،
لا دي مش اغنيه دي يعني ايه ده كانت كلمات فؤاد حداد يعني استحاله تكون دي اغنيه تاخديها بحمل عاطفي ولا كلام من ده لا يعني ايه ده وثيقه عمل ده برنامج انتخابي لبلد عايزه تقوم يعني ال- 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 الكلمات رصينه وبتقول لا وفيها امر تحفيزي وبعدين الليله يا سمر زي ما مثلا ايه تديني حاجه وانت عايزاها اقول لك طب عايزاها امتى تقول لي عايزاها امبارح يعني كنا يعني مستعجله قوي جداً. فالليله يا سمر يعني لا الليله يعني تقومي دلوقتي مش بكره يعني عايزه تقوم لك قومه يا بلد ابدأي من دلوقتي مش من بكره صحيح. فقلت انا لازم اقابل منير جميل باي شكل كان فايه اصحابي كتير في الجرايد فجبت تليفونه وايه اكلمته ما كانش فيه موبايل خالص طبعا طبعا فروحت جايب التليفون وكلمته فاخدت منه ميعاد قال لي انا ساكن في شارع مصر السودان الدور السادس رقم كذا فروحت رايح الدور السادس وطلعت وقعدت منير كان نحيف قوي بقى ويعني لسه ما بقاش بقى محمد منير اللي احنا شايفينه دلوقتي. فقلت له انا منبهر بيك يا محمد باشا بامانه الليله يا سمره دي انت عملتها ازاي؟ غنيتها ازاي؟ قال لي للدرجه دي يعني؟ قلت له طب وشجر الليمون ما عجبتكش؟ قلت له لا بالعكس ده في نفس الشريط شجر الليمون تحفه واخد بالك فانت الاغنيه دي لو في منك اتنين تلاته يعني الدنيا تتغير. قال لي لا مش للدرجه دي يعني اولا انا سعيد قوي ان الاحساس ده واصل لك انما لو فعلا في توازن في الساحة الفنية انا اقول كذا وفلان يقول كذا وجنب باتشان ايه الاساتوك ده اللي ماشي توك ده يعني الدنيا يبقى فيها توازن شوية انما مش انا اقول الليلة يا سمرة وكله قاعد ايه يتكلم في كلام في مثلا يعني فقلت له بس انا ليه ملحوظة غريبة جدا ازاي انت بتغني الليلة يا سمرة وشجر الليمون في ملاهي ليلية مع الرقصات والسكرانين السؤال صدمه جدا فقال لي هنا بقى الكلام طيب اسمع يا احمد انت جاي لي فين دلوقتي والله العظيم ده حصل قلت له جاي لك في بيتك قال لي لا ده مش بيتي اولا ده بيت اختي وانا قاعد مع انا شحت كده بيقول بنفس اللفظ انا قاعد مع اختي وجوزها هنا قلت له طب ليه قال لي قول لنفسك لان المعيشة جبت شقه حتى اجرها انا يا احمد ساعات ما الاقيش في جيبي تمن تاكسي فما تلومنيش ان انا بغني في الملاهي الليليه لان انا ما لقيتش البديل ولكن هو وصل للعالميه يعني ده كان سنه 81 صح بدايه وعبد الحليم لو عايش كان غنى النهارده في الملاهي الليليه لو عايش في زماننا الاخبر ده اللي هو بيقول عليه كان غنى في الملاهي الليليه كان بيحكي بالطريقه فما تلومنيش ابدا احكي لنا استاذ احمد يعني عايزين نعرف كواليس بقى يعني لقاءك مع منير اتكلم عن الاغنيه دي ازاي كانت فكرتها بدات ازاي الاغنيه دي وكمان انا عارف ان كتبت كمان راي منير في فنانين كتير يعني كان ليه راي في عبد الحليم هو هقول لك راي في عبد الحليم وعبد الوهاب وحتى ورده يومها بقول له على عبد الحليم بيقول له عبد الحليم عايش كنت كان هيغني في الملاهي الليليه قلت له انت شكلك واخد موقف من عبد الحليم فقال لي موقف ايه هو اصل عبد الحليم ده مع كل احترامي ليه انما انا في رايي انه يعني اسوأ مطرب ممكن تستغله لتزيين وجه قبيح ده ايه منير بيتكلم عن عبد الحليم قلت له ايه ده ايه ده انت داخل جامد قوي قال لي شوف يا احمد عبد الحليم لو فضل يغني نعم يا حبيبي نعم والليالي وفوق الشوق فوق الشوق مشاني زماني كنت شلت فوق راسي انما انا بصوتي الروعه ده بتاع عبد الحليم اللي واصل لقلوب كل الناس اقوم قايل بقى يعني يا جمال يا حبيب الملايين وصوره صوره كلنا عايزين صوره ويا ابو خالد نورت بلدي والكلام ده كله لا يبقى انا متوظف لصالح نظام معين اعمل كذا يا عبد الحليم حاضر انما انا كمحمد منير والله لو جاني مين يقول لي قول كذا ما هقول اللي في دماغي الصوت اللي طالع مني ده عبد الحليم فبقول له بالنسبه للفنانه ورده بقى يعني هو هل اتكلم عن الفنانه ورده لا هو يومها بكلمه وبقول له انت تتمنى يا استاذ محمد تغني لعبد الوهاب ما فكرتش تغني لعبد الوهاب قال اتمنى يا سلام ومين يطول يغني لعبد الوهاب بس ايه راح قال لي يعني كان مثقف قوي على فكره قول بس هل يتحمس عبد الوهاب الماضي لاغنيه المستقبل؟ واخد بالك؟ وهل تصلح اغنيتي الاخيره لورده
اللي هي كانت تقريبا بتونس بيك او اغنيه كده كانت مشهوره. بتونس بيك كانت في التسعينات. لا لا الثانيه لا كان حاجات بتونس بيك التسعينات في يوم وليله. كان في يوم وليله. وهل تصلح اغنيتي الاخيره للورده ان تكون كلمه نصر في قضيه لبنان؟ انت مسيس الامور قوي. قال لي هو ده. انما انا اتمنى طبعا، بس انا طبيعتي التكوين بتاعي واضح ان انا رايح في سكه مش على هوا ناس كتير قوي. هو كان له اكيد اراءه الشخصيه اللي بتحترم طبعا، ولكن ما يعني ما ينفعش نلتزم بيها اذا كان لعبد الحليم. لا 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 لا, لا طبعا يعني. هو رايه ويحترم، هو وجهه نظره. ده وثقته في حوار يعني. وثقته في حوار حصل. انا عملت معاه صفحه كامله و12 يومها في المسا. واخد بالك؟ وبعدين كلمته يوم على اللي هي حدوته مصريه. الفيلم اللي قلت له انا عايز افهم الحدوته دي اللي بيقولوا ان هي سيره ذاتيه ليوسف شاهين. فالفيلم ده من وجهه نظرك يا منير بيقول ايه؟ فقال لي بيقول كلمتين. ما نرضاش يخاصم القمر سماء. ما نرضاش تدوس البشر بعضها. ما نرضاش يموت جوه قلب نداه. ما نرضاش تهاجر الجذور ارضها. يا ناس يا ناس يا مكبوته، هي دي الحدوته. فكتبت الموضوع والله العظيم فاكره لحد دلوقتي. بداته بأتمنى أن أغني لعبد الوهاب، ولكن هل يتحمس عبد الوهاب الماضي لأغنية المستقبل؟ وهل تصلح أغنيتي الأخيرة لوردة أن تكون كلمة مصر في قضية لبنان؟ ورحت نهيته الفيلم بالقول يا منير، قال ما نرضاش لحد يا ناس يا مكبوتة هي دي الحدوتة. والله العظيم فوجئت بمحمد منير بيتصل بيا بيقول لي شوف، أنا كنت قاعد مع محمد سعيد رئيس الله يرحمه كان صحفي كبير وتوفى، رئيس قسم الفني في الكواكب، ويعني إيه قال لي أبلغك ان الموضوع ده مقدمته ونهايته تاخد عليهم اوسكار. قلت له ربنا يخليك يا ملك. وكان يمكن اول واحد يطلق عليه الملك والله العظيم انا. طب انا عايز اسال حضرتك يعني بما انك كاتب وناقد فني، عاده بتكتب لاي حد يعني بيشغل بالك او ممكن يكون ناجح، ولا ممكن يكون حد برضو مش شاغل بالك بس انت حسيت انه لازم يتكتب عنه حتى لو هو له اراء سلبيه او حتى لو حاجه فاشله؟ طبعا بالعكس، لو اي واحد فاشل اروح له اقول له انت فاشل ليه وعملت ايه؟ لا لا امر طبيعي. لا انا بس انا بيحركني حاجات يعني ايه كصحفي، يعني واحد زي منير ده ما فتوش، واحد صحيح. زي احمد زكي لا يمكن. انما انا مثلا عملت مع شعبان عبد الرحيم في عز شعبان عبد الرحيم، رايح بقى امجده عايز اقول له تعالى يا عم في ايه بالظبط يعني، وانت يعني ايه التركيبه دي؟ التركيبه الغريبه دي. فرحت شعبان عبد الرحيم ده مسخره ثانيه يعني. رحت له بيته باليوم حاجه مسخره. طب انا عايز اسالك بقى في الحته دي اللي قالتها اميره سؤال خبيث شويه. هو طبعا ده دور الصحفي انك تقابل اي حد حتى لو معاه او ضده، بتحبه او ما تحبوش ده شغلك طبعا. لكن لما تحب حد قوي، انت ابتديت كلامك عن منير كنت مبهور بيه. طبعا قلت انا اكتر واحد بعشقه منير. وكنت بنزل كل مكان بيغني اغاني منير. مش ده يخليك كصحفي شويه وانت بتكتب تميل قوي ليه؟ مش يخلي شويه ان انت ممكن شويه تغمض عينيك عشان المحبه الشديده للمصدر؟ ما هو مصدر صح. والله ممكن يعني مش هضحك عليه. يعني ايه ما فيش شك ان ايه يعني زي ما تيجي تقول ايه انا شاهدت فيك مجروح. بالظبط هي كده. واخد بالك؟ هي كده. انما هي الانبهار بشخص ما بيمنعكش ابدا انك انت برضو يعني، ما انا قلت لك منبهر بمحمد منير بس قلت له انت ازاي تغني ليلى يا سمراء وسمراء ليلي. ما انا كان ممكن افوتها منه وعادي جدا. وطبعا انا معاك يا منير. لا في الاول والاخر قال لي لا انا في الحته دي بالذات يعني حاول تعديها لي يا احمد، يعني ايه ما تدوس عليها قوي حكايه الملاهي الليليه دي، لانها مرحله واكيد هتعدي. فايه يعني يكاد يكون حتى طلب مني يعني ما تبقاش ستريس عليها قوي او ضغط يعني، خديها تمر مرور الكرام. لان هو في نفسه كان مستاء. فايه انا منبهر بيه جدا بس لا اقول احمد زكي يعني انا في حد ما بالنسبه لي حاجه تانية. انما ساعتها ممكن اقول له البطل فيلم وحش قوي، انت عملته ليه؟ الفيلم البطل ارض الخوف يعني شديد قوي في رمزيته وتقيل والناس واخده يعني بسيب نفسي تمام بحب بس يعني الامور بتمشي معايا عادي. صحيح. طيب بس عايز اقول لكم قبل ما الوقت يسرق، ان محمد منير بقى من اللقاء ده انا سافرت بقى ورحت وجيت. قعدت 20 سنة وقابلت 20 سنة واخدة بالك؟ لحد ما عمل نعناع الجنينة. لسه كنت هسأل حضرتك. والله العظيم ثلاثة يا محمد زي ما بقول نعناع الجنينة دي برضو هوس. طبعا. يعني ايه انا كنت ايه في المروح في العربية نعناع الجنينة. انا ومراتي وعيالي فواحنا قاعدين نسمعها مرة في البيت كده، فبقول وولاد صغيرين كده، فبقول لهم
محمد منير بقى حاجة تانية خالص. يعني زمان أما شفت ما كانش كده. فابني الكبير بشوية بيقول إيه؟ بتقول إيه يا بابا؟ شفت مين؟ قلت له محمد منير. قلت له يا ماما شفت التقريع بتاع بابا. قلت له إيه في إيه؟ قال لي يعني أنت عايز تقنعني إن أنت شفت محمد منير وتعرفه؟ قلت له يا سلام. طب والله العظيم اللي انا مكلمه لك والله العظيم والواد غصبني بجد. ورحت ايه جايب تليفونه موبايله كنا عدينا بقى سنين طويله بقى فجبت موبايله ورحت مكلمه. ازيك يا استاذ محمد؟ قال لي لا انا مش محمد. صوته على فكره صوته تاني. لا انت اصل محمد منير الاذن لا تخطوه ابدا يعني. قال لي لا اصل انا محمود ابن خالته وصوتي زيه بالظبط. طب اؤمر انت عايز ايه؟ قلت له انا فلان الفلان بس هفكرك بيا ازاي يعني. بس انا منبهر بنعناع الجنينه وسو يسو حبيبي حبسوه. قال لي طب شكرا. قلت له لا بس انا برضو يعني انت محمد منير. طب هقول لك حاجه مش فاكر من 20 سنه واحد صحفي صغير كده جالك وقلت له المقدمه دي والنهايه تستاهل عليهم الاوسكار؟ قال لي ابو حميد ازيك يا غالي والله العظيم ثلاثه. قلت له شوف افتكرت يعني لما قلت لك دي؟ قال لي لا اصل ده من الاحاديث اللي انا ما انساهاش في حياتي. صحيح. قلت له حلو قوي بقى تعالى قول لي بقى على نهناع الجنينه ايه الغزل الجميل ده وايه يعني تكاد تكون اغنيه سوري يعني سكسي. هي كانت نوع من انواع الفلكلور يعني فلكلور طبعا تراث نوبي لطيف قوي يعني. انما يعني ايه هو دمه خفيف قوي واقول له ايه جالت لي بريدك يا ولد عمي تعدوجي العسل سيل على الفن. قلت له ده بس دي إباحية. قال لي يعني لا ده غزل عفيفي عفيفي يعني مش تعالى باسمي يعني ايه مؤدبة. طيب لو هنروح لنجمتنا بوسي والحكم اخر الجلسة عشان نلحق وقتنا كمان ونتكلم عن ذكرياتنا سريعة جدا. يعني بوسي من الممثلات اللي كانوا بيسموهم القطة قطة السينما صحيح. لو اتكلمنا انا هضحكك على بوسي قوي. انا طبعا من الناس اللطاف قوي بحبهم بوسي. انما في نجمات في السينما لما تيجي تكلميهم ما تقدريش تطلعي منهم يعني ايه موضوع تقيل يعني ايه يا راحت اوجات اهو نجمه لطيفه هتعمل معاه لقاء كده طريف. انما مش زي ما تقعد مع فاتن حمامه تقعد مع ماجده تقعد مع الناس التقال قوي ده. فبوسي من الناس دي. فكانت بتعمل فيلم اسمه الحكم اخر الجلسه. وانا كنت برضو مجرد مش رايح لها انا رايح بس الاستوديوهات اللي هقابله هكلمه. فلقيت باب الاستوديو مقفول بس ما تضحكوش بقى واخد الاستوديو مقفول وبعدين تسقيف حاد جدا وفتح الاستوديو. فايه هو في ايه؟ قال اصلا دي اللقطه الاخيره بتاعت فيلم الحكم اخر الجلسه. قلت له وده الطبيعي يعني؟ قال اخر لقطه بقى ونسقف كلنا. فرحت داخل في الزحمه بقى فلقيت ايه طابور واقف كده فيه 25 واحد وبوسي ماشيه تبوس واحد واحد بالطابور ده. فلاقي رضيا كده لقيت نفسي واقف في النص اخر الطابور. والله العظيم بكلمك جد انا صغير يعني مش هقول لك يعني ايه يعني طب وليه لا؟ طب راحت بوسي جاي راحت واخداني ايه في الطريق كده واخر واحد وراحت بايساني. بعد ما فاتتني كده راحت بصالي كده انت مين؟ انت معانا؟ قلت لها لا مش انا جاي اقف الدور انا بدور. فراحت ايه انت عارف ضحكه بوسي مميزه قوي جدا جدا. فراحت رنت حته ضحكه وقالت يا محمد على محمد عبد العزيز يا محمد تعالى شوف الجدع ده اللي واقف عشان يتباس واقف الطابور عشان يتباس. قال لها هو يطول انا لو منه لدغه مدام بوسي هتبوسني لازم. لكن بوسي ليها افلام عظيمه جدا وكان ثنائي مع الفنان الراحل طبعا نور الشريف. نور الشريف انت ما هتقدريش تنسي ابدا لبوسي اللي هو حبيبي حبيبي دائما اكمل قصه حب في اللاف ستوري يعني ولا وهي كمان ايه ادائها فيه رائع صحيح تقيل جدا صحيح. يعني ايه بحس انك انت يعني شايفه فنانه بس لازم ما تنسيش اكتر قط على نار قط على نار كان من الافلام. عملت حوارات معاها يعني طبعا الموقف ده لطيف جدا ما تنسيش لكن يعني حوارات صحفيه بعد كده لا بامانه لا انا يوم بس قعدت ايه ما دام يعني لقيتها بقى بتضحك وتعالى شوف اللي عايز يتباس ومش يتباس فقلت لها طب خلاص بقى يعني نفوت الحته دي ويعني كلميني بقى نكتفي بهذا الفيلم ده بيقول ايه. الفيلم ده كان حلو الحكم اجر الجلسه كان بيناقش قضيه مهمه جدا اللي هو لما يكون حد من قرايبك عنده لا قدر الله مرض معين تخلف او كلام من ده فلو انت ممكن لو خلفت يصيبه المرض مشكله كبيره قوي فهو قايم الفيلم على النقطه دي. اشكرك. السبت الجاي هيكون مين معانا بقى؟
انا والله يعني ان كنت توافقوني احنا عايزين اصلا انا برضو ايه حتة الناقد الفني دي انا مش عايزها انا عايز الكاتب الصحفي لان انا مش ناقد انما المرة الجاية ممكن نتكلم في الرياضة اكلمكم عن الخطيب اكلم هنتفق ونشوف ان شاء الله واكرامي وما الى ذلك من الناس يعني في حاجات طريفه قوي قوي كتنويع في الكتاب دايما بتنورنا وتشرفنا استاذ احمد عفيفي الكاتب الصحفي اول مره اشوف انا صحيح وان شاء الله باذن الله يكون في لقاءات ثانيه مع كل الحكايات الفنيه والانسانيه مع ضيوفنا بيسعدوني جدا جدا شكرا جزيلا وبكده خلصت حلقتنا بكره ان شاء الله في نفس الميعاد من الساعه 9 ل 11 واهم الفقرات والتقارير يعني انه مهتمين بيها في الشارع المصري والعربي كمان اشكركم جدا شكرا اميره شكرا مشاهدينا صباحكم كله خير وسعاده ومحبه.